كريم وسهيلة وأنور. زعلتهم بتضيفهم. تعبان الطواعي اليد. مين الرابع؟ أمجد إيه؟ أمجد وسيف وأمجد وفراس وغاز. مركز الرابع غازي وفراس وأمجد. فاضل ثلاث مراكز. قبل ما نروح كلنا هنقف كده واسمع النشيد الوطني التونسي بصوت عالي. يلا حافظين ولا ايه؟ ايوه يا دي
شباب حد فيهم لسه فاقد؟ الاول الاول من فرنسا. استنونا تحت. شباب فرق هنا عند الكراسي. المركز الثاني حسام ورسام ورسام. المركز الاول مين الاول؟ يا طبيعي كم اسبانيا مني؟ اسبانيا ال او ال اي اي او A M N I S. Yunus. قول له طب يبقى انت ما فهمتش اللي انا بقوله. بقول له يونس ان تونس. يو سبيك لندن فيري بيست لاند ووتر. اوكي فيرست بيس احمد يوسف يونس. نشكر المدرسة بشدة على المسابقة أو الثلاث مسابقات الناجحين اللي عملناهم. سكم هي أول مدرسة في تونس تستضيف المسابقة
وتبقى مسابقة رسمية. أحييهم على المجهود الرائع اللي اتعمل. إن شاء الله نلتقي في شهر 8 أو 9 أو 10 في المسابقة الإقليمية بتاعة تونس ما بين جامعات تونس كلها. إن شاء الله هنعمل مسابقة، فتبتدوا تحضروا نفسيكم، شدوا حيلكم شوية الفترة الجاية، عشان دكتور منير مدير المدرسة قرر إن هو هيعمل كام للفرق المتميزة. هنجيب محاضر من مصر يقعد معاكم لمدة أسبوعين، بحيث إنكم تستعدوا تبقوا على المستوى العالمي إن شاء الله. المحاضر مش هيجي محاضر، هيجي طالب زيكم بس هو وصل لورد فاينل، يعني عنده التكنيكس بتاعت المسابقات وشارك قبل كده 5 6 سنين لغايه ما وصل لورد فاينل. وان شاء الله يكون كامل ناجح ونشوفكم على خير باذن الله. وحابب تضيف حاجه او اشكرك على شكرا. لا لا بيتنا ده خلاص. شكرا. لا لا ما تقولهمش عليه ده، كله يروح كله يروح كله يروح يروح لحد البحث عن التصوير. وعلى فكره كان معرض دكتور وجاء ورشحنا على الواد، يعني ما حدش يخرج منه. Yeah.